أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، كدير اللبس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، واليوم جبت لكم الجديد، الحلوى ديال القرعة وفي المقلات. ما تشبعوش منها صراحة، زوينة زوينة بزاف ودغية كتوجد، صدقوني غير جربوها وردوا عليا الخبر. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وما تنسونيش كيف ديما إلا عجبكم فيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا القناة. نخليكم مع طريقة التحضير والمقادير، فرجة ممتعة. لتحضير حلوة المقلات كنحتاجو 3 البيضات، غنزيد عليهم كاس معامر السكر من فئة 100 غرام، غنزيد عليهم شوية الملحة وغنطرب، ثم نضيف كاس ونصف دقيق أبيض منخول مغربل، غادي نزيد ملعقة من فئة 5 غرام خميرة الحلوى، ثم ملعقة كبيرة، ملعقة ونصف كاكاو، وملعقة خل، وغادي نخلط مزيان مزيان صافي. وغادي ناخد واحد القرعة وندير فيها الثقب في الغلاقة. أنا زدت الكاكاو في المجموع ملعقة ونصف بودرة الكاكاو المر اللي يعطينا اللون صافي. وهنا غادي كيف ما شفتوا الغلاقة درت الثقب صافي، غادي ندير كلشي الخليط هنا، والنار تكون هادئة، تتسخن المقلة ونقصو عليها باش ما تحرقش. كيف ما شفتوا معايا غادي ندير قياسات متساوية، ضروري ما تبعدوا بيناتهم باش يسهل عليكم تقلبوهم. وكناخدو واحد الغطاء اللي كنغلقو عليها ومرة مرة كنمسحوه صافي، هكذا كيسهل علينا دغيا كينشفو كيطيبو. غادي تشوفوهم بعد ما غادي نقلبهم، ما خصش يتحرقوا، غادي يجي فواحد اللون زوين. غير جربوهم راه كيجيو ساهلين كيف ما شفتوها، ما كيجيو زوينين الا تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر، المقادير مضبوطه كيجيو زوينين. وغادي نحضر معاكم حليب مركز سبق ودرتو في قناه، وغادي نحضره معاكم هنايا واللي غادي ندير به الحشوه ما بيناتهم. كنحتاج هنا كاس سكر من فئه 140 غرام على 280 مليلتر ديال الحليب، بنفس الكاس كنعبر الحليب وكنخلط عليهم مره مره حتى تكمل 30 دقيقه صافي، وكنتحصلوا على حليب مركز ساهل. بعد ما غادي يوجد غادي نزيد عليه الشوكولات الابيض، 50 غرام ديال الشوكولا، غادي تشوفوا معايا شحال هزات ليا ديال الشوكولات في المجموع، 50 غرام. كيجي بصراحه زوينه هذه هي الكريمه اللي تندير انا بيناتهم، كتجي زوينه. وهاد الحليب مركز كنحتاجو في الحلويات، كنحتاجو في الصابلي، احسن حاجه تديروها في البيت ساهله. شفتوا معايا هنا كنبقى نزيد الشوكولا البيضاء، كنتحصل على كريمه زوينه زوينه لذيذه هي اللي غنديرها بيناتهم. صافي هنا بعد ما غادي نكمل الطياب ديال هاد الحلوى، صدقوني راه كتجي زوينه، غير جربوها ساهله ودغيا كتوجد. وغادي نغلفها بالشوكولا السوداء، القياسات تكون متساويه كيف ما شفتوا معايا، متساويه راه ساهله صافي. ونبعد بيناتهم، وهنا بعد ما غادي نكمل كيف ما شفتوا هنا، ما تنقلبها تبقى الوجه ديالها زوين، يعني ماشي مغلوق، فلا كان مغلوق راه تحرقات، خاصنا نردو مع البال، تكون النار ناقصه كيف ما شفتوا معايا. هي هذه كتجي مقاده زوينه في الشكل، والقياسات كتكون متساويه. كنعاود نقول لكم باعدوا بيناتهم باش يسهل عليكم كيفاش تقلبهم، والمقلاه تكون ما كتلصقش، والنار ما تجهدوش عليها النار وتغلقوا عليها. الا تبعتوا معايا الفيديو مزيان فراه غادي تنجح معاكم.